مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي راح نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. يعد العراق من الدول اللي استشرى فيها الفساد في الأعوام الماضية، وأصبح من التحديات الكبرى اللي تواجه بناء الدولة والنهوض الاقتصادي، إذ أدى السلوك السياسي العام إلى زيادة الفساد الإداري والمالي، وشاعت قيم المحسوبية والمنسوبية، وتفشت الرشوة والسرقة، وتراجعت مؤشرات المحاسبة. لذا تصوب الحكومة الجديدة في مقدمة مهامها التصدي للظاهرة والحد من انتشارها بما يضمن معالجة الثغرات اللي أدت لاستفحال ظاهرة الفساد. فمكافحة هاي الآفة أصبح ضرورة حتمية لم يعد بالإمكان تأجيلها أو التستر عليها أو الاشتغال في المساحات التي لا تؤدي إلى النتائج المرجوة بما يتناسب مع استفحال هذه الظاهرة ووصولها الدرجات المروعة. أما في ملفنا الثاني من حصادنا لهذه الليلة، فأزمة الجفاف غير المسبوقة اللي تعرض لها العراق تنذر بكارثة إنسانية ومائية على المدى القريب عقب جفاف بحيرات وأنهار. فالأرقام الرسمية تكشف عن اجتياح التصحر البلاد وأرغم فيها على خفض مساحة المزروعة وفرض قيود حكومية على المناطق المزروعة. معطيات انخفاض الخزن المائي تترافق مع توقعات بفصل شتائي جاف غير على غرار العام الماضي. فهذه الأسباب اجتمعت وانسحبت نحو تهديد حقيقي للحياة في العراق، سواء فيما يتعلق بالاستعمالات البشرية أو للأراضي الزراعية. إذا مشاهدينا، هذه الملفات راح نناقشها في حصادنا لهذه الليلة مع ضيوفنا. تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. مشاهدينا، خلونا نبدي بملف ظاهرة الفساد اللي تعتبر من أخطر الظواهر اللي تواجه البلدان لما يترتب عليها من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية. ورغم أنها متجذرة منذ عقود قد خلت في العراق، إلا أن آليات مكافحتها لم ترتقي بعد لمستوى تغلغلها، وهي تحتاج إلى إجراءات نوعية، وهذا مشروط بتوافر الإرادة السياسية. خلونا نفتح وياكم هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. من مقر هيئة النزاهة، رئيس الحكومة الجديدة يطلق اليد لضرب الفساد بإجراءات استثنائية وغير تقليدية لمكافحة هذه الآفة وملاحقة مرتكبيها. هذا السرطان الذي عجزت الحكومات السابقة من إيقاف انتشاره في بنية الدولة العراقية وتغلغله في مفاصل عدة ورئيسية، يبدو أن الرئيس الجديد وفريقه الوزاري مهتم بدعم هذه المعركة المصيرية ضد الفساد المعيق الحقيقي لدوران عجلة الاستثمار والخدمات. فلا خطوط حمر أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو شخصية، وإنما سيعتمد على الموضوعية والمهنية في تناول هذه القضايا والتعامل معها ومتابعة حيثياتها. هكذا يعلنها رئيس مجلس الوزراء صراحة. فهذه الظاهرة التي باتت تتحور وتتكيف تستلزم جهودا مضاعفة وأساليب نوعية في التصدي لها والحد من آثارها، وعدم الاكتفاء بما متوافر من أساليب تقليدية. ومن الأهمية أن تتقدم الإجراءات الوقائية على المعالجات الرسمية كاعتماد الحكومة الإلكترونية وحوكمة الخدمات وتعزيز مبدأ عفة اليد. لكن أحد العقبات صعبة الاجتياز ملف الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج بسبب عدم تعاون الدول مع العراق في استرداد المدانين والأموال المهربة. لهذا أولت الحكومة الجديدة هذا الملف الأهمية القصوى، وفتحت الباب أمام جهود دبلوماسية متسقة مع إجراءات هيئة النزاهة لتمكينها من القيام بواجباتها، فضلا عن اتخاذها مبدأ التخادم الدولي في هذا الملف كمعايير أولية تحدد شكل العلاقة بين البلدين. فأساليب التحري والتقصي والمنهجية التي اعتمدتها الحكومة الحالية ربما ترفع عن العراق كثيرا من مؤشرات ومدركات الفساد الدولي. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ كرم الخزعلي عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني. حياك الله أستاذ كرم ضيفا كريما، مرحبا بك. وكذلك أرحب بضيفي الكريم الأستاذ علي الزبيدي عضو تحالف الفتح. حياك الله أستاذ علي. أستاذ علي، أبدأ مع حضرتك. السوداني وخلال زيارته إلى هيئة النزاهة أكد على أهمية البدء
في فتح ملفات الفساد الأكثر أهمية من حيث حجم الأموال المختلسة والمهدورة، ورغم أنه هذا الملف بصراحة معقد وشائك وفيه مجازفة أيضا لرئيس الحكومة، إلا أنه يبدو مصر على اتباع سياسة مغايرة في مكافحة الفساد. كيف تنظر إلى البدء من هكذا ملف؟ السؤال اللي موجز. نعم سؤال علي تفضل. نعم حياك الله وحيا الله قناة الأيام وجميع مشاهديكم وكادر القناة. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة موضوع النزاهة موضوع مهم جدا في العراق، وخصوصا في هذه السنوات الأخيرة التي بدأ الفساد يستفحل في كافة مرافق الدولة، أو لنقل معظمها حتى لا نكون ظالمين لبعض المنصفين وبعض الأمناء في البلد. من خلال قناتكم الكريمة أنا أؤكد أن هيئة النزاهة يقال أنه ميزانيتها 30 مليون دولار، ولكن هذه الهيئة يعني جلبت للعراق لعله في بعض الملفات يعني أضعاف هذه المبالغ، وقد تصل إلى 500 مليون دولار وإلى 400 مليون دولار في بعض الملفات. الحقيقة يجب أن يهتم من قبل رئيس الوزراء الحالي مناشدة من قناتكم الكريمة أن تتوسع هذه الهيئة ولترصد لها ميزانية أكبر لكي تتمكن من القيام بمهامها بشكل أوسع، لأن الفساد المستشري الآن في الوزارات وفي الهيئات وفي المؤسسات الحكومية الحقيقة بحاجة إلى نهضة، بل بحاجة إلى مجلس أعلى يجب أن يوضع لمكافحة الفساد في العراق، لأنه الفساد كما كان يقول بعض قادة الحشد الشعبي لا يقل عن داعش، لأنه داعش يفتك بالأرواح وهذا يفتك بأموال الناس. فأنا أعتقد أن هيئة النزاهة اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى، خصوصا وهناك رئيس وزراء جديد والرجل فتح ملفات خطيرة قد لم تفتحها الحكومات السابقة ولم تتجرع على فتحها، كملف تهريب النفط وملف تسريب الأموال للخارج، وكذلك تسريب العملة الآن اللي يعني البنك المركزي. الحقيقة هناك سرقة للعملة ونزيف مستمر يجب أن يسيطر عليه هيئة النزاهة ويسيطر عليه رئيس الوزراء. طيب. أنا أعتقد أن هيئة النزاهة الآن تقوم بواجبها لكن مو بالمستوى المطلوب. طيب يعني هو أكو دور متعلق بهيئة النزاهة ودور أيضا برئيس الحكومة، ورحب بأستاذ كرم مجددا، رحب حضرتك. يعني تحدث عن هذه الجزئية، أشار السيد علي الزبيدي إلى بعض الملفات اللي ناقشها رئيس الوزراء مع رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، وأول عقبات اللي تقف حائلا هي ملف استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، وبهاي الجزئية أكو عدم تعاون بعض الدول مع العراق. كيف يمكن تجاوز هذه المحطة؟ نحتاج أنه تعاون دولي، علاقات دولية، هيئة النزاهة تقوم بواجبها، ولكن أيضا رئيس الحكومة هل له دور في هذا الملف؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لجنابكم وضيفك الكريم وقناتكم الموقرة وكل من شاهدنا من خلال شاشة التلفاز. بداية يعني لا ننكر أو لا ننسى بأنه السيد السوداني في برنامج الحكومي أكد على عدة مفاصل مهمة وعدة أمور مهمة كان أهمها هي مكافحة الفساد وتقديم الخدمة. حتى نأتي إلى مكافحة الفساد، هذه الآفة التي نخرت في الجسد العراقي ويعني قدمت مشاكل تلو الأخرى لهذا البلد ولهذا الجسد، فبالتالي السيد السوداني اليوم بهذا الدعم الذي يحصل عليه من أغلب الكتل السياسية داخلياً، ويتحدث البعض عن أنه هنالك تدخل دولي لاسترداد المبالغ المهربة، فبالتالي يعني هذا الموضوع أيضا يكون فيه تدخل القضاء، هو الفيصل بهذا الجانب في مكافحة الفساد، والقضاء له كلمة في هذا الموضوع، لأنه اليوم أنا أتحدث عن أنه هنالك من يثبت فساد المالي فيعني لا يودع فقط بالسجن وتنتهي المشكلة، لدينا مشكلة أكبر فهي استرداد الأموال. يعني اليوم أنت حق الدولة أن تدع
بالسجن، ولكن حق الشعب أن ترد هذه الأموال إلى خزينة الدولة. فبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى تضافر الجهود أكثر مما هو اليوم. الكتل السياسية تركت للسيد السوداني كما في بداية تكليفة تركت له حرية الاختيار، تركت له المساحة الكبيرة في اختيار كابينته الوزارية، وأيضا اشترط السيد السوداني على الكتل السياسية بأنه بعد التكليف لهذه الوزراء وهذه الحقائب الوزارية ومن يتصدى لها، إذا ثبت فساده وتقصيره أيضا للسيد السوداني كلام آخر في عزله، في يعني إعفاء من منصبه، فضلا عن أنه مكافحة الفساد الذي نتحدث عنه وما اتفقت عليه أغلب الكتل السياسية هي محاربة الفساد في السنوات السابقة. اليوم السيد السوداني عليه عبء كبير، فضلا عن أنه هنالك تركة ثقيلة من الحكومة السابقة، حكومة السيد الكاظمي، هنالك مشاكل واضحة ويعني يعلم بها ويعرفها القاصي والداني، وملفات فساد كبيرة وكثيرة. فبالتالي يعني هذا كله يحتاج لتضافر الجهود داخليا، الدعم داخلي، تدخل القضاء ويكون جزء مهم في مكافحة الفساد. يعني اليوم النزاهة من جانب، والقضاء هو الفيصل في هذا الموضوع في تشخيص هذه الملفات، وأن يتعامل القضاء معها بما يستحق. يعني من يثبت فساده يودع في السجن، وتسترد الأموال التي يعتقد أو يثبت بأن هذه الأموال موجودة ومسروقة سواء داخل البلاد أو خارج البلاد. وهذا الاتفاق أيضا يكون دوليا مع الدول الأخرى التي يعني على أراضيها هذه المبالغ أو في مصارفها. فهذا الموضوع اليوم نتحدث عنه، هنالك بادرة خير، الجميع متفائل كثيرا في حكومة السيد السوداني. حكومة السيد السوداني لم تأتي هذه الحكومة يعني بشكل غريب أو تأتي في يعني الصدفة، كان هنالك أيضا اتفاق على شخص السيد السوداني. فتعلم سيد الكريم بأنه الحكومات السابقة كانت كلها تأتي في اللحظات الأخيرة وتسمى حكومة اللحظة الأخيرة، واختيار رئيس الوزراء يكون في اللحظات الأخيرة. ولكن حكومة السيد السوداني وشخص السيد السوداني هو كان اختيار ولم يكن خيار. طيب الحكومات السابقة كانت خيار وليس اختيار. هذه من محاسن هذه الحكومة، فضلا عن أنه هنالك دعم يعني ومساحة كافية وحرية كافية للسيد السوداني. أستاذ كرم ذكرت قضية إشراك القضاء في بالتعاون مع هيئة النزاهة لإنجاز بعض المهام والأولويات. أستاذ علي، فضلا عن القضاء السوداني أيضا دعا إلى تأليف فريق وزاري داعم لهيئة النزاهة ومهامها، ولكن يجب أن يتخذ الصفة القانونية بما لا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها المناطة. هل تجد بأن هكذا فريق راح يكون أنه منجز لبعض المهام اللي تقع على عاتق هيئة النزاهة؟ سيد أحمد، إذا التفت إلى حديثي أنا قلت نحتاج إلى مجلس أعلى. هذا مجلس كان موجود في زمن حكومة عادل عبد المهدي، ذو صلاحيات واسعة. يعني الوزراء الذين الآن يعني يتعاضدون أو يتواءم جهدهم مع هيئة النزاهة، الحقيقة يجب أن يكونوا مثلا وزارة العدل، وزارة الداخلية، يعني قوة إجرائية وقضائية. فإذا إذا 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 توالفت هذه القوى الثلاثة، هيئة النزاهة لديها قوة إجرائية وقوة قضائية كبيرة، الحقيقة سيحسب الفاسد ألف حساب قبل أن يقدم على أي عملية فساد أو أي عملية اختلاس. أنا أعتقد إذا تشدد العقاب في المستقبل، يعني كان يكون مدة سجن طويلة، كان يكون مصادرة أموال منقولة وغير منقولة، كان يكون مثلا ملاحقة الفاسدين حتى في الخارج بالتعاون مع الانتربول الدولي، فأنا أعتقد هذه الأمور سوف تحد من الفساد كثيرا. الفساد فساد مستشري. الآن العراق بدأ يتحول إلى مافيات في الفساد، يعني لا يمكن أن نقبل أن تخرج مثلا 5 تريليونات دينار من العراق في فترة قصيرة، في نهاية حكومة الكاظمي، نهاية مدة حكومة المنتهية الصلاحية. هذه يعني عقوبتها مثل ما تفضلت على العقوبات الرادعة، أحد ضيوفي في حلقات سابقة خبيرا قانونيا أوضح بأن هذه العقوبة القاضي عنده صلاحية يحكم من 1 إلى 7 سنوات إذا هكذا مبلغ كبير مسروق. هذه حكومة، هذا تشددت على أنه
إعادة النظر في القوانين والتشريعات. هذا نعم. الموضوع ما راح يتطلب أنه دور البرلمان هنا دور البرلمان ومجلس القضاء الأعلى أيضا حث الحكومة تحث على هذا الموضوع. نعم بالضبط. فهنا هنا هنا نقول إحنا البرلمان يجب أن يشرع قوانين جديدة، قوانين صارمة، قوانين مخيفة للفاسد. يعني الفاسد عندما يشعر أن هناك عقاب رادع وعقاب قاسي أعتقد سوف يتوقف الفساد، وهناك مافيات سوف الشبكات تتفكك يعني بقوة القوة المخابرات والاستخبارات. هذه الأمور الحقيقة المال العام يجب أن يخيف المسؤول. يعني النظام السابق مثلا الآن يعني نحن نسمع من بعض المصادر كان يعني تصل العقوبة للإعدام في الخيانات التي تحصل في الاقتصاد وفي الأمور الأخرى. نعم. طيب أستاذ كرم، يعني تحدث الضيف الكريم عن هذه الجزئيات، ولكن أيضا عملية مكافحة الفساد بطبيعة الحال تحتاج إلى تداخل تشريعي، قوانين، من الممكن أن ترفد الهيئة وتجعلها أقوى بالتصدي إلى الفساد، تتناسب هذه القوانين مع طبيعة الاحتيال، السرقات، الالتفاف على القوانين الحالية، تشعب هذه المنظومة الخطيرة، منظومة الفساد تتكيف، ولكن القوانين لا زالت لحد الآن جامدة. نحكي على قوانين 68 و69 ومنها ما هو معدل، ولكن هل هي تنسجم مع حجم الفساد المالي اللي يحدث؟ نعم بالتأكيد اليوم نحتاج لتشريع قوانين جديدة ورادعة. يعني اليوم ما دام السيد السوداني رفع راية مكافحة الفساد، وأن لا يكون هذا مجرد كلام، ويذكرنا بقول الجاحظ في كتابه البخلاء: كلام بكلام، سرنا بكلام، كنه بكلام. لا نريد أن يكون هذا الكلام حاضرا، نريد أن يكون هنالك تطبيق. نحتاج لإعادة الثقة بين الجماهير والعملية السياسية. اليوم الجماهير، خلينا نتفق على أنه الجماهير اليوم فقدت الثقة بالعملية السياسية، وخير دليل على ذلك بأنه الانتخابات الأخيرة كانت نسبة المشاركة ضعيفة جدا. هذا من فقدان الثقة ما بين الجماهير والعملية السياسية. نحتاج لإعادة الثقة ما بين الجماهير والعملية السياسية. إعادة الثقة، باب من أبواب إعادة الثقة هو مكافحة الفساد. فبالتالي الفساد متواجد اليوم واضح للجميع، ولا يحتاج يعني لا تشخيص، فهو واضح. ومن يريد معالجة هذه الآفة والقضاء على هذه الآفة التي نخرت في الجسد العراقي، وأن يضع أصبعه على الجرح، وأن يسلط الضوء على هذه الآفة، فلا بد من أن يكون متسلح بقوة القانون لا بقانون القوة. هذا من جانب. الجانب الآخر هو الدعم الذي يحصل عليه اليوم السيد السوداني. طيب اليوم أشار السيد الزبيدي أستاذ كرم إلى أنه إذا كان هنالك فريق وزاري داعم لهيئة النزاهة من الممكن أن تؤتي هذه القضايا أكلها، وأشار أيضا خصص وزارة العدل ووزارة الداخلية. العدل لها ترابط وثيق باسترداد الأموال المنهوبة، يعني إذا كان هنالك تعاون على حتى لو عندنا ملف ينحسم، ما راح نقدر نحقق أنه إنجازات واضحة وكبيرة تستحق الإشادة. أستاذ أحمد، إحنا إذا نتحدث عن هذا الملف الخطير، إحنا دائما ما نشبهه بعش الدبابير. هذا ملف خطير، نحتاج أن تضرب الرؤوس الكبيرة والحيتان الكبيرة والأسماك الصغيرة. كل من اشترك بهذه المفسدة الكبيرة والهدر للمال العام أيا كان، لا أحد يستثنى من ذلك ولا عاصم لها من قوة القانون. هذا اللي أتحدث عنه. هكذا تعاد الثقة. اليوم ايش نحتاج احنا؟ مكافحة الفساد، والسيد السوداني هو الذي تحدث عن هذا الموضوع، وكان من أولوياته في برنامجه الحكومي أن مكافحة الفساد وتقديم الخدمة. وقطعا هو تقديم الخدمة مرتبط أيضا بمكافحة الفساد، وهذا كله يعطينا الاستقرار السياسي، والاستقرار السياسي هو مرتبط بالاستقرار الاقتصادي، والاستقرار السياسي مرتبط بالاقتصاد بالاستقرار الأمني. فبالتالي شيء مرتبط بالآخر، وهذه كلها إذا عزم، ونقولها إذا عزمت فتوكل. هنالك دعم كبير اليوم يحظى به السيد السوداني،
هنالك تضافر للجهود. اتفق معك، يجب ان يكون لوزارة الداخلية الدور، وللقضاء العراقي الدور، والكتل السياسية ان تكون حاضرة بدعم هذه الحكومة. اليوم المواطن ينتظر، المواطن غير معني بالخلافات السياسية، ينتظر من هذه الحكومة الكثير، وهي باستطاعتها ان تقدم الكثير. الخدمة، كل عوامل تقدم وتوفير الخدمة متوافرة. هنالك وفرة مالية بارتفاع اسعار النفط، هنالك استقرار امني نسبي. شنو المانع من ان تقدم الخدمة؟ تقدم الخدمة بجانب، والجانب الاخر مكافحة الفساد. هذه كلها اذا توافرت اجزم لك قاطعا حكومة السيد السوداني سوف تعبر بمسافات بعيدة. وهذا كله يعطينا الاستقرار السياسي، كما بدأت في بداية حديث قلت بأنه الاستقرار السياسي مرتبط بالاستقرار الاقتصادي، مرتبط بالاستقرار الأمني. فهذه كلها تكون حاضرة إذا يعني تمت تضافر الجهود في مكافحة الفساد. أستاذ علي، يعني بالإضافة إلى ما تقدم، يعني حكينا على الشق الأول من مهام هيئة النزاهة وهو مكافحة الفساد، ولكن لا ننسى دورها المتعلق بالوقاية من الفساد الإداري. من الأهمية اليوم التركيز على الإجراءات الوقائية اللي تتبعها هيئة النزاهة بالمحافظة على المال العام، نشر ثقافة النزاهة، تطبيق لربما واحدة من أهم التطبيقات المتعطلة في العراق هي الحوكمة أو الحكومة الإلكترونية، وحضرتك مطلع على تجارب الدول الغربية وما يراد له أن يطبق بالعراق، ولكن واقف الفساد لربما حجر عثرة أمام هذا الموضوع. أثنان الفريق الوزاري يستطيع أن يدعم هيئة النزاهة بهذه الإجراءات الوقائية والمضي قدما في موضوعة الحوكمة الإلكترونية؟ الحقيقة أستاذ أحمد، من أولى أو أبجديات الوطنية هو الحفاظ على المال العام. نعم. يعني في اليابان وفي أوروبا يدرس حفظ المال العام بالمدارس، من الرياض، من رياض الأطفال إلى الجامعات. يعني الوطنية هي ليست شعار يقال، الوطنية هي عمل، الوطنية هي تقديم، الوطنية هي الحفظ على المال العام. يعني في الغرب الآن، وأنا عشت سنوات هناك، الحقيقة الجميع معني، الرجل الكبير، المرأة الكبيرة، الشاب، معني بالحفاظ على الحديقة العامة، معني بالحفاظ على رياض الأطفال، على 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 الملاعب في الشارع، على الثروة في السمكية، الثروة البحرية. هذه تنمية هذا الوعي في الأجيال، الحقيقة يجب أن يدرس يعني في الدروس الوطنية، في التربية الوطنية، منذ نعومة أظفار الأطفال. هذه الأمور إذا صار هناك دعم إعلامي ودعم وكذلك دعم سياسي، وهناك يعني القوانين عندما قبل أن تشرع وتطبق يجب أن تكون لها تغطية إعلامية كبيرة. نعم. اليوم ما شاء الله عندنا وسائل إعلام كبيرة، وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل كثيرة الآن، ممكن استعمال إعلام الشارع. هذا الإعلام يجب أن يعزز المفهوم الوطني في الحفاظ على الثروة الوطنية. الثروة الوطنية اليوم يعني عندما يسرق السارق وينفذ من القانون، هذا يشجع السارق الآخر أن ينفذ. فأنا أعتقد أن هناك يجب أن تكون منظومة متكاملة في نشر الأمانة الوطنية، سواء بالمال أو بممتلكات الدولة بكل أنواعها. نعم. طيب. نعم. أستاذ كرم، يعني يشير السيد الزبيدي إلى حصول رئيس الحكومة أو المنظومة الحكومية على التأييد والدعم السياسي. هنا راح نتحدث عن أي دعم راح يفيدنا بهذا الجانب. تحدثنا مرة عن الدعم الدولي، مرة عن الدعم الوزاري، فريق وزاري يدعم هيئة النزاهة. إذن هذه العلاقة الارتباطية بين أغلب المؤسسات داخليا وخارجيا، هل من الممكن أن تؤدي إلى القضاء على حالة الفساد المالي؟ يعني التعاون يعني هذا الموضوع الجميع تحدث عنه. يعني إذا أتحدث أنا عن الكتل السياسية، هي المصداق للعملية السياسية هي الكتل السياسية. هذه الكتل السياسية قدمت الدعم الكبير للسيد السوداني قبل وقبيل وبعده تشكيل حكومته.
وقالت له بالحرف الواحد اضرب الفساد بيد من حديد ونحن جميعا نعطيك الدعم والتأييد. سيدي الكريم، الموضوع اليوم موضوع الفساد يعني مو موضوع بسيط، ولو هذا يعني الحديث هو يدمي القلب إذا نتحدث عن حديث ذو شجون إنه موضوع الفساد بهذا الشكل من 2003 إلى اليوم، وهو في 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 تحول مستمر وفي تكييف مستمر، اليوم بهذا الشكل غدا بالشكل الآخر الذي هو مضاعف لليوم السابق، ووصولا إلى ما وصلنا إليه اليوم. أتفق أن هنالك يعني في السابق عدم المحاسبة هي اللي أخذتنا لهذا هذا الشكل، ومن أمن العقاب أساء الأدب. فهذا الموضوع الكتل السياسية تقدم الدعم للسيد السوداني، هنالك اتفاق ما بين أغلب الكتل السياسية، حتى أكون منصف، أغلب الكتل السياسية بما أنه أعطت الحرية الكاملة في اختيار كابينته، في ذات الوقت أعطت الحرية الكاملة في محاسبة المقصرين، وفضلا عن محاسبة الفاسدين. وهذا موضوع مكافحة الفساد هو كان من أولويات السيد السوداني، فبالتالي بهذا الدعم، دعم داخلي، يعني وضع الحكومة، حكومة السيد السوداني تستقر بهذا الشكل، فبالتالي يعني شنو المانع أنه يذهب ويضرب بيد من حديد، وهذا الذي نطلبه. طيب. غير هذا بأنه تقول الكتل السياسية دعمها يعني شنو فائدته؟ لا، أغلب الكتل السياسية هسه هنالك شخصيات لعله تكون منضوية تحت هذه الكتل السياسية. الكتل السياسية عندما تعلن البراءة من هكذا أسماء وهكذا شخصيات، فبالتالي تكون الحرية الكافية للسيد السوداني في محاسبة الفاسدين والمفسدين. طيب. هذا الموضوع اللي تحدث عنه، يحاسب الفاسد ليس فقط أن يوضع في السجن، يحاسب الفاسد عندما يوضع في السجن هذا حق الدولة، ولكن حق الشعب هو استرداد الأموال. نعم. وإعادتها إلى خزينة الدولة، هذه أموال الشعب مو أموال أحد. طيب. فبالتالي هذا الذي نعمل عليه ونسعى لإعادة الثقة ما بين الجماهير والعملية السياسية من خلال مكافحة الفساد، من خلال تقديم الخدمة، هذا اللي نبحث عنه. طيب. عودة الثقة ما بين الجماهير والعملية السياسية من جانب، وعودة الثقة ما بين الجماهير والحكومة. نعم. الحكومة. طيب. كل الذي يتحدث يقول بأن الحكومة تحدثت فقط. عودة الثقة بها عدة خطوات أستاذ علي، يعني لما يتحدث السيد الخزعلي عن عودة الثقة، خلينا نراجع في قضية مبحثنا لهذا اليوم، هيئة النزاهة. نتحدث عن أول ما استلم رئيس الوزراء منصبه من الحكومة السابقة، ذهب إلى هيئة النزاهة وجر ورقة من دائرة الوقاية وكشف عن ذمته المالية، وطالب كل أعضاء حكومته بتقديم كشف الذمة المالية خلال أسبوع. هسه اليوم تبعتها زيارة أخرى ويريد يشكل فريق وزاري بما لا يتعارض مع القانون لدعم هيئة النزاهة، وأكو إجراءات حثيثة. راح نتوقع بعد أكو إجراءات ساندة وداعمة لهيئة النزاهة حتى تستطيع أن تفتح ملفات الفساد المالي، ومثل ما قال السيد الخزعلي أنه تهدم عش الدبابير. الحقيقة أن السيد السوداني ترفع له القبعة في هكذا خطوات. الرجل الآن يسير بخطوات ثابتة، رجل الحقيقة يوم بعد يوم يثبت أمانته ونزاهته عندما يكشف عن ذمته المالية، وعندما يطالب وزراءه بكشف ذممه المالية أمام الشعب. هذا الحقيقة يدلل على شيء، يدلل على أن الرجل يريد بناء البلد ويريد استرداد ثقة الشعب بالحكومة، وكذلك تكون ثقة متبادلة بين الحكومة والشعب وبين السلطات التي تتكون من الحكومة، السلطة القضائية، السلطة التشريعية. هذه السلطات التي الحقيقة من خلال الحكومات السابقة الشعب فقد الثقة بالسلطات التي تتكون من الحكومة. ولذلك الآن إذا ترى أستاذ أحمد، أنت ابن الإعلام، فعندما ترى المقابلات في الشارع مع الناس ترى أن الهجوم بشكل قوي على الأحزاب وعلى الشخصيات وعلى الحكومات وعلى رؤساء الحكومات. هذا الحقيقة لم يأتي من فراغ، هذا يأتي من فقدان الثقة بين المواطن وبين
الحاكم. عندما يكون الحاكم نزيه وعندما يكون الحاكم يراقب وزرائه بنزاهتهم، الحقيقة سيحترم الشعب هذا الحاكم ويكون داعم وساند له قبل السلطات، قبل الشرطي وقبل القوة القضائية وقبل أي أحد. عندما يدعم الشعب الحاكم سيكون الحاكم قوي وسيتحرك بخطوات ثابتة وسيقيم العدل. يعني اليوم الشعب العراقي ترى لا يطالب إلا بالعدل. عندما تخول الكتل رئيس الوزراء، عندما يرى وزير فاسد لمدة 90 يوم من حقه أن يقيله. هذه حقيقة كذلك ورقة قوية بيد رئيس الوزراء. عندما يرى هناك وزير يعني ليس بالمستوى المطلوب، فهذا من حقه أن يقيله، أو حتى من حقه أن يقيم عليه الحساب. وهذا الدعم الحقيقة يعطي قوة لرئيس الوزراء في إجراءات عادلة وإجراءات صارمة في إقامة حكم العدل وحكم حكم الشعب، خلينا نسميه. يعني أنا أعتقد أن الرجل السوداني الآن، إحنا ركزنا كثيرا على شخصية هذا الرجل لأنه بصراحة إجانا من بعد حكم متعسف وحكم الحقيقة فاسد إلى حد النخاع، هو حكومة السيد الكاظمي الذي كان يغض النظر عن الفاسدين، بل أنا أعتبره شريك للفاسدين كان، لأنه عندما يكون رئيس الوزراء يغطي للفاسد ولا يحاسب الفاسد، فهذا يعتبر شريك. هسه خلينا نحكي احنا ود اليوم استاذ كرم، يعني لما رئيس الوزراء يطلق يد هيئة النزاهة لمكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين، طيب هذا الموضوع يعني حتما سيمس الوزارات، يمس الحكومة. يعني هل وصلنا إلى هذه المرحلة من الأريحية بالتعامل بين الحكومة وفيها مؤسسات فاسدة ورئيس الحكومة يقول لهيئة النزاهة لكم ما تريدون؟ بالتأكيد يعني اليوم الحكومة هي عازمة على مكافحة الفساد ومحاربة الفساد، فلا بد أن يفعل دور هيئة النزاهة بالشكل القانوني، لأن احنا نؤمن بقوة القانون لا بقانون القوة، فضلا عن أنه اليوم بهذه الحرية وهذه المساحة وهذه الأرضية الصلبة التي يقف عليها السيد السوداني باستطاعته أن يقدم الكثير والمزيد. ولكن نخشى أن يكون الحساب فقط للأسماك الصغيرة ويستثنى منه الحيتان الكبيرة ورؤوس الفساد. يعني نشد على يد السيد السوداني ونقول بأنه لا خطوط حمراء ولا عاصمة اليوم من هذا الطوفان المحمود اللي نقضي به على الفساد. ونقول أيضا بأنه الموضوع يعني بهذا الدعم، فالواجب هو القضاء على رؤوس الفساد الكبيرة ابتداء ومن ثم وصولا إلى أدواتها. ولكن نؤمن بمسألة أن لا يكون هنالك تصفية حساب أو ابتزاز، نؤمن أن يكون العمل بنزاهة تامة، وأن تكون هيئة النزاهة هي الاسم على المسمى، وأن يكون القضاء حاضرا في هذا الموضوع، إن لعله هيئة النزاهة تجهل أمور القضاء هو أدرى بها منه. فبالتالي التعاون ما بين هذه السلطات، يعني القضاء، الداخلية، النزاهة، وعلى رأسهم رئاسة الحكومة والدعم الذي يحصل عليه رئيس الحكومة. فأنا أجزم لك قاطعا بأنه الموضوع هذا يعني سوف يكون على الأقل أن يقطع دابر هذه الآفة، ومن ثم يبدأ بتنظيف المحتويات الداخلية وإعادة هيبة الدولة. هيبة الدولة تعاد إذا عيد الحق إلى أصحابه، هيبة الدولة تعاد إذا وضع الفاسد والمفسد والسارق بالسجن وحكم محاكمة عادلة وأعيدت الأموال إلى الدولة وأعيدت الأموال إلى الشعب. هذا حق الشعب، هذا الذي نبحث عنه، ونأمل من حكومة السيد السوداني أن تكون حكومة أفعال لا حكومة أقوال، وهذا ما نأمله منه. رجل شجاع ويمتلك إرث من النزاهة والمهنية العالية، تكون لهذا الرجل أن يحقق ما لم يحققه سابقه.
أشكرك شكرا جزيلا سيد كرم الخزعلي عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني أثرية الحوار في هذا الملف، وتتفضل بالبقاء معي الأستاذ علي الزبيدي كي نتابع بعد الفاصل، كونوا معنا مشاهدي الحكم. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، وجدد ترحابي بضيفي الكريم الأستاذ علي الزبيدي عضو تحالف الفتح، أهلا بك أستاذ علي ضيفا كريما. وكذلك ينضم معي عبر سكايب السيد علاء البدران الخبير في مجال الموارد المائية، حياك الله سيد علاء. وكذلك عبر الهاتف ينضم معي المهندس علي راضي متحدث باسم وزارة الموارد المائية، حياكم الله ضيوف الكرام. أستاذ علي يمكن جاهز ويان على خط الهاتف لنعاود اتصال به. أستاذ علاء البدران أبدأ مع حضرتك، لما نتحدث عن الموسم الشتوي اللي بدينا في بداياته ولكن قد لا ينبئ بالمزيد من الأمطار وهنالك مؤشرات اللا أمطار قوية في هذا الشتاء، هذا الموضوع ما يدق لنا ناقوس خطر حسب وجهة نظرك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. انه كل الاوقات الليالي يحصل عدالة كثير اساس هذا الاسر الاساس السيد البدران اضرا يعني صوتك ما يوصلني بصوره صحيحه، يعني يا ريت بس نحاول مره اخرى بتضبيط السكايب والفونو مع السيد علي راضي. طيب في هذه الاثناء دعني اتوجه بالحوار مع السيد علي الزبيدي. استاذ علي، نتحدث عن ازمه المياه، ازمه جديده قديمه تتجدد في كل سنه، وبالتالي الحديث يتطلب إجراءات، وهذه الإجراءات لدى الحكومات، الحكومات تتعاقب، وما الحل في هذه الحكومة؟ حقيقة مشكلة المياه مشكلة مثل ما تفضلت قديمة حديثة. الدول التي تسيطر على منابع المياه في العراق دجلة والفرات، هذه الدول بدأت ببناء سدود، وبدأت من خلال هذه السدود بدأت تنشئ مشاريع زراعية كبيرة عملاقة، فبدأت تستخدم هذه المياه التي كانت حصة العراق. وهذا ملف المياه الحقيقة ملف شائك وملف كبير، والدولتان الجارتان تركيا وإيران كانت ترفض العراق، والعراق يسمى قديما بلاد السواد وبلاد الرافدين. عندما يتكلم شيوخنا الكبار أن العراق كان بلد الفيضانات، يعني كانت بغداد تغرق وكانت المدن الجنوبية تغرق، الوسط الجنوبي يغرق، فكان هناك لم تكن هناك سدود كبيرة على المياه. المؤسف بالعراق أن العراق لم يستفيد من هذه المياه التي تجري ليلا نهارا 365 يوم بالسنة، لم ينشئ سدود كافية، لم ينشئ خزانات، كانت تذهب هذه المياه إلى الخليج العربي وتذهب بدون يعني تذهب هدرا، لم يستفيد منها في توليد الطاقة، لم يستفيد منها في الزراعة بشكل كبير وتوسعة المشاريع الزراعية في العراق. يعني بصراحة هناك إهمال متعمد أو إهمال غير مقصود وهدرت هذه المياه. المسألة المهمة الآن أنا أعتقد دعنا نتكلم عن الحل. عندما تقل المياه يجب أن يتغير السقي من السيح إلى التنقيط إلى يسموه السقي المغلق. السقي المغلق يجب أن لا يكون كالسابق هدر المياه، يعني الأنهر يجب أن تجرف وتنظف. الزراعة يجب أن تتغير التقنيات الزراعية بشكل كل هذه يعني يجب أن تكون إجراءات حكومية. أستاذ علي خلينا نرحب مجددا وزارة الزراعة، نعم مسؤول عنها. نعم السيد علي راضي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، نتحدث اليوم عما صرح به السيد عون ذياب وزير الموارد المائية حول بعض المؤشرات عن الأمطار وعن شح المياه، كيف تنظر إلى هذه التصريحات وما الإجراءات اللي من الممكن أن نتخذها كدولة؟ نعم، شكرا جزيلا سيدي، شكرا لهذه المداخلة. حقيقة يعني التصريحات اللي أدلى بها معالي السيد وزير الموارد المائية الأستاذ عون ذياب يعني هي انبنت على أساس
بعض التوقعات وبعض المحددات من طبيعة السنة المائية، وإضافة إلى أنه كل المؤشرات تشير إلى محدودية الأمطار وطبيعة السنة المائية. اليوم سيدي العزيز الشحة المائية وقلة الإيرادات المائية أصبح أمر واقع تتعامل معه وزارة الموارد المائية بالجدية. هذا الموضوع لا يتعلق فقط بوزارة الموارد المائية باعتبارها هي الوزارة التي تدير المياه الخام، وإنما هو عمل متكامل ما بين وزارة الموارد المائية وما بين الجهات القطاعية المستهلكة إلى المياه. اليوم إحنا عندنا قطاع الزراعة المعنية به، وزارة الزراعة وقطاع مياه الشرب المعنية به في بغداد مثلا، أمانة بغداد والدواء البلدية بالمحافظات، وكثير من القطاعات المستهلكة للمياه. هنا يجب أن يكون العمل عمل مشترك، هنالك توجيهات مركزيه. يعني ناصر علي في هذه الجزئيه، يعني اشار ضيف الكريم السيد علي الزبيدي الى انه الملف مشمول بوزاره الزراعه باعتبار انه الزراعه تاخذ كثيرا من الحصص المائيه، والوزير ايضا صرح اليوم انه كميات المياه الحاليه تكفي لزراعه 1,500,000 دونه، وكان استخدام الري بالرش في زراعه المناطق الصحراويه ايضا. هو رجل خبير في مجال تخصصه، وبالتالي انه قضيه الزراعه هل راح نشهد انه ممكن تتراجع وفقا لشح المياه؟ سيد العزيز بالتاكيد مع وجود الشحه المائيه وقله الايرادات المائيه، اذا تسمح لي في اجزاء من الدقيقه. تتفضل. يعني هي اسباب الشحه المائيه، اسباب الشحه المائيه يا اما ان تكون طبيعيه حسب طبيعه السنه المائيه، كونها قد تكون سنه يابانيه او معتدله او شحيحه، وكذلك التغيرات المناخيه التي اثرت سلبا بشكل كبير، هذا الطبيعي. الجانب الاخر هو الجانب الفني، يعني اليوم احنا من نتحدث عن ايرادات مثلا دجله والفرات والكميات الواصله الى العراق انخفضت بنسبه كبيره، هذه الايرادات بسبب التوسع الكبير بانشاء السدود والمشاريع الاروائيه في تركيا على سبيل المثال. هذا يعتبر جانب فني، النمو السكاني ايضا هو جانب فني. لذلك اليوم احنا لما وزاره الموارد المائيه تضع خطه الجوها تضعها وفق هذه المحددات، وفق ما متوفر من خزين مائي ومعطيات طبيعه السنه المائيه. هذا موسم شحيح تكرر، هذا الموسم الثالث او الرابع تكررت الشحه المائيه والمواسم الشحيحه. لذلك اليوم احنا لما نقول ان خطه الارواء اللي وضعتها الوزاره تكفي لزراعه 1.5 مليون دونم من المياه السطحيه ومليونين ونصف من المياه الجوفيه، المناطق الواعده والمناطق التي يصعب وصول المياه لها، بالتاكيد هذه المحددات وفق ما متاح اليوم. هنا اكو دور مشترك ما بين وزاره الموارد المائيه والجهات القطاعيه. اسمح لي استاذ علي حتى نشوف الحديث السيد علاء البدران، يعني اذا سمحت استاذ علي اسف المقاطعه، استاذ علاء لما نتحدث عن هذه التحديات اللي راح تواجهنا، نتحدث عن برنامج حكومي، اقصد استاذ علي البدران لا مو استاذ علي الزبيدي، نتحدث عن برنامج حكومي وضع من ضمن اولوياته قضيه الزراعه وتحسين واقع الزراعه. اليوم لما ما عندنا امطار هذا الموضوع ما راح يولد لنا تحدي في اولويات الحكومه؟ عذرا الصوت غير واضح. اعيد السؤال لحضرتك. السيد علي راضي المتحدث في وزارة الموارد المائية تحدث عن قلة الحصص المائية وموسم الأمطار القليل وتراجع الزراعة راح نشهد في هذا الموسم. طيب الحكومة وضعت الزراعة من ضمن أولوياتها، إذا تراجع ملف الزراعة ما راح يكون خلل بالبرنامج الحكومي؟ طبعا هي مشكلة هذه، يعني حضرتك تعرف يمكن انه وزاره الموارد المائيه وزاره الزراعه اتفقوا على زراعه 1.5 مليون دونم، لانه كميه المياه او حصه المياه مخصصه لقطاع الزراعه يعني قد لا تكفي لاكثر من هذه المساحه، في حين انه المساحات المتاحه للزراعه في العراق هي تقريبا 15 مليون دونم، يعني لاحظ انه هي 10%، والسبب في ذلك طبعا اكيد الشحة المياه. لكن هو بالحقيقة إذا نرجع للأساس أنه البلد يعني هو العراق عموما قصر، يعني الوزارات يعني هي هذا طبعا يخص وزارة الزراعة بالأساس قصر في استخدام تقنيات الري الحديث
اللي العالم يعني يستخدمها تقريبا بدا بالثمانينات، ورغم انه العراق هو بدا استخدامها يعني بهذا الوقت، لكن تعرف حضرتك الحروب والحصار وغيرها اكيد ضرت. احنا الان في وضع لا يحسد عليه، يعني احنا المليون ونص دونم لو الان البرنامج الحكومي يتبنى برنامج لتغطية كل المناطق الزراعية بمنظومات الري المغلق اللي هي احنا نسميها منظومات الري بالرش او التنقيط وغيرها. طيب. يعني هذه كل الأساليب هي مطروحة على الطاولة، ولكن ما شفنا لها فد حلول أو تطبيقات صحيحة في السنوات الماضية. أستاذ علي، أستاذ علي الزبيدي، نعم. تركيا حسب تصريح وزير الموارد المائية يقول ما قاسمتنا الضرر بالمياه بالطريقة اللي نجدها مناسبة، وإحنا اليوم بأمس الحاجة لإطلاق حصص مائية، يعني ما راح نشوف أنه الحكومة أيضا تحديات خارجية راح تواجهها في ملف المياه. سيد أحمد، أنا أعتقد أن الاتصال يعني العلاقة التركية العراقية، العلاقة مع الجمهورية الإسلامية، حقيقة إحنا بحاجة إلى بحث هذا الموضوع مع الدولتين لكي يحتفظ العراق بحصته المائية كاملة. اليوم أنا أعتقد الحرب في المستقبل ستكون حرب على الماء، يعني الدول المتشاطئة كما حدث بين مصر وأثيوبيا والسودان، يحصل الآن بين العراق وإيران وتركيا هذا الصراع على الماء. حقيقة هو صراع دولي وصراع قديم، لكن الآن يبدو أن كلما قلت الأمطار كلما زادت الحاجة إلى المياه. هذه الدول الدولتين التي ينبع منها دجلة والفرات، تركيا قبل فترة صرحت أن دجلة والفرات نهران تركيان، هذا حقيقة يثير قلق الشعب العراقي من أقصاه إلى أقصاه، أن هذه الأنهر منذ القدم ومنذ أن عرف العراق عرفت أنها أنهار عراقية، ولكن مصبها من تركيا وإيران. لكن ما أريد قوله الآن أن هذه المياه هي حياة العراق، لا حياة إلا بماء. يعني أستاذ علي، يعني يجب أن يكون هنالك حراكا حكوميا دوليا وعلى المستوى الداخلي. أنا أحسن. شكرا جزيلا سيد علي الزبيدي عضو تحالف فتح، أثريت الحوار في الملفين، والشكر كثير لحضرتك الأستاذ علي البدران الخبير في مجال الموارد المائية، انضممت معنا عبر سكايب، والشكر الموفور للمهندس علي راضي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية. شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام، وأنتم مشاهدي الأحبة لكم جزيل الشكر والامتنان على حسن المتابعة. في أمان الله.